نعرف رايحين دلوقتي بقى هنكمل. احنا عايزين نعمل حاجة نحول من الدي فليب فلوب للجي كي فليب فلوب، بمعنى ان انا عايز اخد انبوت جي كي وادخله على الدي يطلع لي نفس الاوتبوت اللي كان هيطلعه جي كي. والتحويلات دي مهمة جدا انها بتيجي في الامتحان. فبنحولها ازاي؟ الطريقة سهلة جدا. اول حاجة احنا عندنا كام انبوت؟ عندنا جي وكي وحاجة كمان، حاجة دي لازم تكون موجودة، حاجة اسمها present state، لازم تكون موجودة معايا في الانبوت، اللي هي كام؟ اللي هي كيو تي. انا قلت لكم كيو تي بلس 1 هي next state وكيو تي هي ايه؟ present state. طبعا اللي طالع عندي هو ايه؟ هو دي، ان انا هدخل الجي كي وهيطلع لي ايه؟ وهيطلع لي دي. 0 0 معناها ايه؟ 0 0. طب الاول خلينا نعمل truth table كده، مثلا 4 1 بعد كده 0 0 1 1 0 0 1 1 بعد كده 0 1 0 1 0 1 0 1. عندنا بقى هنا لو جي كي ب 0 0 معناها ايه؟ ان هيخرج ايه؟ كيو تي. معناها ان هنا هيخرج كيو تي، صح؟ هيخرج 0. طب حلو، طب لو ايه؟ لو 0 0 برضه هيخرج 1. طب حلو كده، طب 0 1 يعني هيخرج ايه؟ هيخرج 0. اسف، 0 1 معناها 0 1 معناها 0، 0 1 معناها 0، 0 1 معناها 0. حلو. طيب 1 و 0، 1 و 0 معناها ايه؟ 1، 1 و 0 معناها 1. طيب 1 1 معناها 1 1 معناها ايه؟ معناها كيو تي داش، يعني ايه؟ هنا يخرج 1 وهنا يخرج ايه؟ وهيخرج 0. ممكن نعمل الموضوع ده، تمام؟ بمعنى ان هو نقول مثلا ان دي عبارة عن ايه؟ كي ماب كده، وندخل عليه مثلا جي مثلا، جي هنا وي كي كيو تي هنا. حلو، ونقول مثلا ان هو بالشكل ده. وهنا 0 1 وهنا 0 0 0 1 1 1 1 و 0. وبعد كده هنحط هنا 1 0 0، بعد كده نيجي هنا نحط 1 1 بعد كده ايه؟ 1 0 وهنا 0 0. ممكن ساعتها ناخد الاثنين دول مع بعض، بعد كده ناخد الاتنين دول مع بعض. طبعا هنا لو الاتنين دول مع بعض فهي هتبقى كي داش كي داش كيو تي. وهنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن جي ثواني جي، واللي هيتغير هيبقى ايه؟ كيو داش، يبقى جي كيو داش كيو تي داش. حلو، يبقى كده كل اللي هعمله هدخل كي داش على مع كيو تي بلس ايه؟ بلس جي كي كيو داش. حلو، هل هو ده فعلا؟ هو ده بالظبط. اهو دخلت جي مع ايه؟ مع كيو داش، ودخلت كي داش مع ايه؟ مع كيو، فطلعت لي دخلتها على دي فطلعت لي ايه؟ جي كي. فحتة لما يجي يقول لك حول لي من جي كي لدي مثلا، او حول لي من دي لجي كي، او قاعد يقول لك حول لي حول لي حول لي الحاجات دي، استخدمها بالطريقه دي ان شاء الله هتكون سهله جدا معاك. طب الدي فليب فلوب اهم حاجه تكون عارف الكاركترستيك تيبل، يعني اذا ما عرفتش الكاركترستيك تيبل بتاع جي كي او بتاع دي او بتاع ايا كان منهم، يبقى كده مش هتعرف تحول. يعني اهم حاجه ممكن ما يديكش الكاركترستيك تيبل، ممكن يديك فليب فلوب بلوك جديد يقول لك ان ده الكاركترستيك تيبل بتاعه ويحول لي من هنا لهنا. بالطريقه اللي احنا قلناها دلوقتي تعرف تحول من اي حاجه لاي حاجه. بعد كده ابتدى يقول لك ايه؟ ان ايه هي تي فليب فلوب؟ تي فليب فلوب بيقول لك ايه؟ لو دخلت لي 0 خرج لي كيو تي، ولو دخلت لي 1 خرج لي ايه؟ كيو تي داش. هنبدا مثلا، هو قال لك حول لي من
من جي كي لتي مثلا، فجي كي وتي متهيألي هتكون سهلة جدا. إني أنا عارف إن جي كي لو دخل لي إيه، لو دخل لي زيرو زيرو فيخرج لي كيو تي، ودخل لي وان وان هيدخل لي إيه كيو داش. فكل اللي عليا إن إيه، وأنا عارف إن هنا ودخل لي زيرو هيدخل لي كيو داش، ف يا ودخل هنا زيرو خلاص دخل هنا زيرو زيرو، ودخل لي هنا وان دخل لي وان وان. مش محتاجة قوي يعني تعمل لها نفس الطريقة اللي عملناها، تبقى سهلة جدا. طب لو عملناها بالتي، فلو عملناها بالدي برضو بنفس الطريقة هتطلع لنا الشكل ده اللي هي ايه، تي اكس اور مع كيو بالطريقة اللي احنا قلناها قبل كده. هتطلع بالشكل ده، ان تي اكس اور مع كيو دخلناها على دي هتطلع لنا التي. التي كل اللي علينا تحفظ بس الكاركترستيك تيبل، ان زيرو معناها كيو تي، وان معناها ايه كيو داش تي. يبقى احنا عندنا 3 انواع من الفليب فلوب. اول حاجة جي كي دي وايه وتي. حلو. في حاجة اسمها كاركترستيك فانكشن. كاركترستيك فانكشن معناها ايه؟ معناها ان الاوتبوت اللي طالع طالع ازاي. يعني الدي مثلا كيو تي بلس 1 عبارة عن ايه؟ عبارة ان هو الدي، يعني دخلت له 0 هيخرج 0، ودخلت له 1 هيخرج 1. طب الجي كي، الجي كي الكاركترستيك بتاعه ان جي كيو داش زائد كي داش كيو، وهكذا يعني. والتي فليب فلوب عبارة عن ايه؟ عبارة عن تي اكس اور مع كيو. بعد كده ابتدى يقول لك بقى يعني ايه الاسيسيكرونس وكده. هنبدا ان شاء الله نقولها الفيديو الجاي.